احتفلت رعية كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار بالعاصمة عمان بقداس إلهي بمناسبة منح نخبة من أبناء وبنات الرعية سري المناولة الأولى والتثبيت. وقد ترأس القداس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريرك للاتين في الأردن بمعاونة الأب مروان حسان راعي الكنيسة وعددا من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين ومشاركة جوقة الكنيسة. وبعد أن رحب الأب حسان بالمطران خضر وشكره على زيارته الأولى للكنيسة، تحدث سيادته في عظة القداس عن نعمة سري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعمة لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه. أبنائنا الذين تقبلون اليوم المناولة الأولى وتقبلون سر التثبيت، كونوا دائما مستعدين أن تقبلوا المسيح في حياتكم وفي قلوبكم، مش بس أول مرة، دائما أن قلوبكم تكون جاهزة وحاضرة لاستقبال المسيح. حاضرة عندما تكون قلوبنا نقية صافية مش مع الخطيئة، المسيح لا يسكن مع الخطيئة في قلوبنا. كونوا دائما مستعدين للمناولة المقدسة واقبلوها بنفس الشوق الذي تقبلونه بها اليوم. وإلى الأهل الكرام وإلى الأشابين، قمتم بواجبكم في تربية أبنائكم، في الاهتمام بهم، على أمل أن لا تنسوا أن تربيتهم الروحية وتربيتهم الدينية هي جزء من مسؤوليتكم أيضا، وهذا ما قمتم به حتى تقدموا أبنائكم لقبول سر التثبيت والمناولة الأولى. استمروا في الاهتمام بأبنائكم في تربيتهم هذه التربية على الإيمان، على حب المسيح، على الالتزام بالكنيسة، على الانتماء للكنيسة، لأن الكنيسة هي بيتهم الثاني. بيتهم الأول هو البيت، مسؤولية التعليم المسيحي والتربية هي أولا للبيت، ولكن الكنيسة هذه والرعية هذه العائلة الكبيرة. نستمر في أن نكون قريبين منها لنكون فعلا جسدا واحدا كرعية واحدة.